اثار هروب الدولي الجزائري بالعمري من نادي الوداد الرياضي لكرة القدم يوم الجمعه علامات استفهام كبيره في صفوف الوداد الرياضي بعدما غادر بشكل مفاجئ المعسكر الذي يقيم فيه الوداد في مدينه الرباط استعدادا لمونديال الانديه وكشف الصحفي الجزائري هشام عبود ان اداره الفريق تفاجات برحيل المدافع الجزائري بالعمري الذي وقع في كشوفات الفريق مساء يوم الخميس مشددا على أن هروبها تقف وراءها المخابرات الجزائرية وأوضح المصدر ذاته أن عصابة الكابرانات وجهت تحذيرا لجمال بالعمري وطالبت منها الالتحاق بالجزائر بداعي الخدمة العسكرية مشددا أن اللاعب المذكور تلقى تهديدات بغلق الحدود الجزائرية في وجهه وعدم السماح له بدخول الجزائر في حال تشبت باللعب في الوداد الرياضي في مونديال الأندية وكان بالعمري قد تعاقد مع فريق الوداد الرياضي خلال فترة انتقال التسوية الحالية بقيمة إجمالية قدرت ب 20 أو 200 مليون سنتيم قادما من الخليج السعودي وذلك لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق البطولة العالمية للأندية المقرر أن يوم الواحد فبراير بالمغرب ويبدأ الفريق الأحمر مشواره في كأس العالم بمواجهة الهلال السعودي في الرابع فبراير القادم في ملعب طنجة الكبير وخاض بالعملية تجارب احترافية عديدة قبل التحاقه بالوداد.